أكد البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 35.310 مليارات دولار في نهاية شهر فبراير الماضي، مقارنة بنحو 35.250 مليار دولار في نهاية شهر يناير من عام 2024 بارتفاع قدره 60 مليون دولار. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا على أهمية مدرسة ظهرة التكنولوجيا المتقدمة الحديثة لطلاب التعليم الثانوي الفني في بورسعيد وما تقدمه من خدمات تعليمية متخصصة عمليا وتطبيقيا وتقنيا ومرتبطة بالصناعة فعليا، لافتا إلى أنها إحدى ثمار الهامة لاستراتيجية عمل اللجنة العليا للمسؤولية المجتمعية بقطاع البترول في مجال التعليم الفني الصناعي، والتي نراعي فيها تحقيق أقصى استفادة للمجتمع المحيط من خلال مشروعات مرتبطة بالاحتياجات الحقيقية لهذه المجتمعات، والتي نراعي فيها أيضا مع شركائنا التوجهات العالمية في هذا الإطار. جاء ذلك خلال تفقد وزير البترول يرافقه محافظ بورسعيد عادل الغضبان مدرسة ظهرة بحضور نائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب وأعضاء اللجنة. الشباب بتوعنا بياخدوا مناهج وتطبيقات على أجهزة الكمبيوتر بكل المعلمين أو المدرسين أو المهندسين اللي بيدوهم على أحدث وأعلى مستوى من التدريب. من ناحية تانية دخلنا برضو فصول للثانوي التكنولوجي التطبيقي، وسواء سنة أولى أو تانية أو تالتة، وشفنا البنات والصبيان في فصول للكهرباء أو في فصول للميكانيكا والطاقة، والحقيقة حاجة كانت مشرفة جدا، والحقيقة ساعدنا بشوفنا المستوى الوعي والعلم والتدريبي اللي وصلوا له أبنائنا وبناتنا في الصف الثالث. وفي سوق المال ارتفعت مؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم منتصف جلسات الأسبوع مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما ملت العرب للبيع وسط تداولات بلغت 8.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.79 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، حيث ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة تقدر ب 41% ليغلق عند مستوى 30668 نقطة. كما زاد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة تقدر ب 14% ليغلق عند مستوى 7455 نقطة. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 9% ليغلق عند مستوى 10535 نقطة. قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي أن العديد من الدول ترى في تجمع بريكس نموذجا أوليا لهيكل يوحد جنوب وشرق العالم، وأضاف أن المكانة العالية والدور البناء لبريكس في الاقتصاد والسياسة العالميين يجذب انتباه الدول الأخرى التي بدأت تبدي الرغبة في الانضمام إلى أنشطة الرابطة، معتبرا التجمع نموذجا أوليا للتعددية القطبية.